النساء المصابات بالسرطان في غزة فلسطين يعانين الكثير خلال فترة الأزمات والطوارئ. النساء هم الأكثر فقراً والأكثر تهميشاً، ولسنا على أولوية صانع القرار. دائماً تنسى النساء وقت الأزمات، ودليل على ذلك وقت أزمة الكورونا في العام الماضي والعام الذي سبقه لم تكن النساء ضمن خطة الطوارئ التي وضعت لمواجهة كوفيد-19، وبالتالي كان هناك بعض الحلول من قبل المجتمع المحلي والمؤسسات المجتمع المدني على تقديم حلول بديلة، وتحديداً فيما يتعلق بإيصال الدواء للنساء في المنازل حتى لا تتعرض النساء للإصابة بالفيروس. وهذه كانت أحد الحلول التي قدمت في قطاع غزة من خلال توصيل الدواء إلى النساء عبر كريمبوك. كان هناك بعض الصناديق التي غطت علاج النساء في المملكة الأردنية الهاشمية مركز الحسين وقت الأزمات السياسية الدائمة الحدوث في قطاع غزة، وبالتالي كان هناك حلول فردية إبداعية من مؤسسات مجتمعية لإنقاذ حياة النساء، ولكن تلك الحلول هي حلول بديلة مؤقتة لا تغني عن وضع النساء على سلم الأولويات. ونتحدث هنا عن النساء الأكثر فقراً والأكثر تهميشاً، وجميعنا يدرك بأن الحق في الصحة هو حق أصيل يجب ألا يناقشنا به أحد، وبالتالي وضع النساء على أولوية وضعي خطة الطوارئ وأولوية صناع القرار والأولوية في قبل حدوث أي أزمة محتملة مستقبلية، سواء كانت أزمة متعلقة بجانب صحي أو انتشار عدوى أو حتى أزمات سياسية، لأن النساء لسنا أرقاماً في تقارير دورية، وبالتالي يجب وضع الحلول البديلة المسبقة لإنقاذ حياة النساء وعدم الانتظار حتى حدوث الأزمة. وهذا عادة ما يحدث من سنوات طويلة، أنه وقت الأزمة يتم البحث عن حلول. يجب أن تكون مريضات السرطان على سلم الأولوية ولهن الحق في تلقي العلاج والحركة كباقي النساء في كافة أنحاء العالم.